مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. انستا باي عملت تحديث خطير جدا في البرنامج بتاعها، فعلا بقى البرنامج رقم واحد دلوقتي اللي هيغنيك عن اي برنامج تاني ممكن يكون على موبايلك. سبق وشرحنا برنامج انستا باي بطريقه مفصله جدا من اول التسجيل وكل استخداماته، ان انت تقدر تحول عليه فلوس وتستقبل من عليه فلوس في لحظه واحده وانت قاعد مكانك. بس التحديث الجديد اللي نزلوه فعلا تحديث خطير جدا، وده بيزود الامان بالنسبة لحسابك البنكي او لبطاقتك، وتقدر تدفع كل حاجة حرفيا وانت موجود مكانك. التحديث ده عبارة عن ايه؟ ان هو اضاف خدمة دفع جميع الفواتير وشحن جميع الاتصالات وانت قاعد مكانك. عايز تدفع فاتورة مية، فاتورة كهرباء، فاتورة غاز من غير ما تروح لاي برامج تانية من مكان واحد، هتقدر تعمل كل ده. حتى لو عايز تدفع فاتورة موبايلك او حتى ان انت عايز تدفع الانترنت، فكل ده هيكون في مكان واحد. فازاي نقدر نعمل الموضوع ده وبكل سهولة؟ طبعا معايا الشرح ده، هندفع فواتيرنا كلها بشكل عملي، ويلا بينا نروح للشرح. اول حاجة كده يا شباب، بنروح نفتح تطبيق انستا باي. بعد ما فتحنا التطبيق هنلاقي البانر الجميل ده اللي بيقول لك ادفع فواتيرك، فتعالى يلا بينا نروح نشوف ازاي هنقدر ندفع الفواتير. هتدخل هنا على دفع الفواتير، هتلاقيها انضافت في الخدمات وانضافت في الشريط اللي تحت خالص ده. هندخل على دفع الفواتير، هنلاقي ان احنا نقدر ندفع فواتير الاتصالات والانترنت، شحن الاتصالات والانترنت، الكهرباء والمية والغاز، ودلوقتي هنجرب كمان ان احنا ندفع على برنامج انستا باي. طيب نجيبها كده واحدة واحدة. الاول هتخش على فواتير الاتصالات والانترنت، تقدر تدفع فاتورة اتصالات، تقدر تدفع فاتورة اورنج، فودافون، ووي، سواء كانت موبايل او كانت تليفون ارضي او كانت انترنت منزلي. وكمان ضافوا عندنا نور دي اس ال، ودي يعتبر الخطوة الاولى، ولسه طبعا هيضيفوا كل الفواتير زي ما كتبوا على الموقع الرسمي الخاص ببرنامج انستا باي. طيب حد يسألني هنا ايه الفرق بين فواتير الاتصالات وشحن الاتصالات؟ الشحن ده هو الشحن العادي، ان انت بتشحن شحن عادي، انما هنا لو كنت انت فاتورة وبتتحاسب اخر الشهر، فبدل ما تروح تدفع من فوري او تدفع من اي ابليكيشن تاني، فانت كل حاجة هنا تقدر تدفعها من حسابك البنكي. فعشان وقت الفيديو ما يطولش، هنسيب دي وهنسيب دي وهندخل على الكهرباء والمية والغاز. تعالى يلا بينا كده نروح مثلا ندفع الغاز. لو دخلنا على الغاز هنلاقي عندنا ثلاث شركات، بترو تريد، وهتلاقي شركة طاقة للغاز، وهتلاقي شركة نتجاز. طبعا هتختار الشركة اللي انت مشترك فيها. طبعا لو مش عارف الشركة اللي انت مشترك فيها، يعني بتلاقي الإيصال مكتوب عليه. انا بالنسبة لي شركة بترو تريد، فانا هختار شركة بترو تريد. طيب انا عايز هنا اجيب برجاء ادخال رقم المشترك، هقدر اجيب رقم المشترك ده منين؟ تقدر تجيب رقم المشترك ده من على اي ايصال عندك، او تتصل بخدمة عملاء بترو تريد وتقدر تجيب منهم رقم الاشتراك. فانا بالنسبة لي معايا وصلة اهو من بترو تريد، زي ما انت شايف مكتوب فيه تحت رقم المشترك اللي هو CRN، زي ما انت شايف كده رقم CRN. بتاخد رقم CRN ده، وبعد كده بناخده هنا كوبي اهو، هناخده كده كوبي، انا كاتبه عندي. بعد كده هنفتح برنامج انستا باي تاني، بعد كده هندخل هنا رقم المشترك وهنقول له لصق، بعد كده هتقول له اضف الى فواتيري، بعد كده هتكتب له هنا اسم الفاتورة، فانا هكتب غاز البيت. تمام كده يا شباب. بعد كده هقول له هنا منتهي او فينش، بعد كده هضغط التالي. قال لي هنا تم حفظ الفاتورة بنجاح، وقال لي ان انا عليا 42 جنيه. طيب 42 جنيه دول عبارة برضو عن ايه؟ عشان حضرتك تكون فاهم، المبلغ هنا 36 جنيه المستحق، ورسوم الخدمة 6 جنيه، واجمالي كده المبلغ هيكون 42 جنيه. طيب انا بالنسبة لي موافق على كل حاجة، فانا هعمل دلوقتي دفع. طبعا طلع لي ان انا اكتب الباسورد الخاص بيا، فانا هكتب كده الباسورد، بعد كده هقول له انتر.
دلوقتي بيحمل اهو عشان يبدأ يدفع الفاتورة. ودلوقتي زي ما انت شايفين تم التحويل بنجاح وتم دفع المبلغ بنجاح، طبعا مديني الرقم المرجعي ورقم الفاتورة وكل حاجة زي ما انت شايف، وجالي كمان اهو رسالة من انستا باي هنضغط عليها، قال لي ان انا حولت من حسابي لبتروتريد. طيب ده كده يا شباب كان فاتورة الغاز. طيب هندخل تاني على دفع فواتير وهنجيب مثلا فاتورة الكهرباء. تمام، بيبدأ هنا يجيب لك كل شركات الكهرباء اللي موجودة، بتشوف انت بقى شمال القاهرة، جنوب القاهرة، كهرباء اسكندرية، كهرباء القناة، او جنوب الدلتا او شمال الدلتا او مصر العليا او مصر الوسطى او البحيرة. انا بالنسبة لي هنا كهرباء الاسكندرية. هروح برضو اجيب رقم السداد الالكتروني او رقم الدفع الالكتروني. زي ما انتم شايفين الرقم هو بيكون موجود. تمام، بقدر ان انا اخد الكود الالكتروني ده واقدر ان انا ابعت عليه. فانا طبعا هاخد ده كده كوبي وهروح على برنامج انستا باي نفس الطريقة، هعمل هنا اللصق وبعد كده هقول له برضو اضف الى فواتيري، وبعد كده هكتب كهرباء، وبالشكل ده يا شباب اعمل منتهي وبرضو هدفع فاتورة الكهرباء. وكذلك برضو المية، بس المية انت ما بتلاقيش رقم السداد الالكتروني، فتقدر تتصل بشركة المية وبتقدر تجيب منهم الرقم الخاص بالسداد الالكتروني او بتسأل المحصل بتاعك. فده كده يا شباب كان شرح مختصر جدا للميزات الجديدة وطريقة دفع الفواتير. طيب عندي حاجة جميلة قوي هنا، لو انا رجعت كده ودخلت كده على الفواتير، بعد كده دخلت على فواتيري، هلاقي ان انا هنا ضايف الفاتورة. لو انا بعد كده عايز ادفعها في المستقبل مش هعمل كل ده، كل الموضوع ان انا هضغط على الغاز، بعد كده هقول له يدفع، هيتقول لي لا توجد فواتير مستحقة. زي ما شفتوا اهو تاني بدفع كده بضغطة واحدة بيقول لي لا توجد فواتير مستحقة. بصراحة حاجة روشة جدا. يمكن العيب الوحيد هنا شوية موضوع الرسوم، انا شايفها عالية شوية. يعني انا كنت بدفع على برنامج تاني زي مثلا فوري، زي محفظة الاهل فون كاش، فكنت بدفع تقريبا 4 جنيه، 4 جنيه ونص، فهنا الموضوع اعلى شوية. بس الحلو ان الموضوع هنا بيكون امان اكتر. فطبعا ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يا رب لو عندكم اي سؤال تسيبولي تحت في الكومنتات، وما تنساش اللايك الجميل وتعمل شير للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، واشوفكم على خير بإذن الله الفيديو الجاي.